دعاء وداع شهر رمضان عن الإمام الصادق عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان وقد تصرم، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة، إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني علي أو تقايسني به، أن يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بمحامدك كلها، أولها وآخرها، ما قلت لنفسك منها وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون الموفرون ذكرك، والشكر لك الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين، على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك، فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المفلت السرمد الذي لا ينفد طول الأبد، جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه من صلاة، وما كان منا فيه من بر أو شر أو ذكر، اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك، حتى تغفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب، وتوقينا فيه من كل مرقوب أو بلاء مجنوب أو ذنب مكسوب. اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا، بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي
وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه وأن تجعلني برحمتك ممن غفرت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من ألف شهر في أعظم الأجر وكرائم الدخل وحسن الشوق وطول العمر ودوام الوسر اللهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك ألا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغنا من قابل على أحسن حال وتعرفني هلاله مع الناظرين إليه والمعترفين له في أعباء بسمك يا ربي الذي ليس لي رب غيره لا يكون هذا الوداع مني له وداع فناء ولا آخر العهد مني للقاء حتى تريني من قابل في أوسع النعم وأفضل الرجاء وأنا لك على أحسن الوفاء إنك سميع الدعاء اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي إلي واستكانتي وتوكلي علي وأنا لك مسلم لا أرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومن وامنن علي جل ثناؤك وتقدست أسماؤك بتبليغ شهر رمضان وأنا معافى من كل مكروه ومحذور ومن جميع البرائل الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغني آخر ليلة منه وصل الله